الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن حالها للنار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، ودا بيا دوك الدراري صغار هذوك كان يقربوا شوية لهنا. هاد الزوج هاد الزوج هاي تقربوا لهنا شوية. نبدأ كلمتنا هذه بسؤال، وهو: لماذا يولد المولود بغير أسنان؟ لماذا يولد المولود بغير أسنان؟ الأجوبة عن هذا السؤال قد تكون متنوعة، يعني كل واحد فينا الآن يقدر يقول جواب. قال: يولد المولود بغير أسنان، أو الجواب الذي أحتاجه الآن في هذا من هذا السؤال هو أن المولود يولد بغير أسنان، لأنه يقول لي أنا جبتكم لها نعبركم باطل أو ندير فيكم حالة دوك تهربوا، لأنه لا يحتاج إلى الأسنان. متى تخرج الأسنان؟ وقتاش تخرج السنان تاع المولود؟ متى؟ كي يبدأ يأكل، غير يبدأ يأكل يخرج السنان. إذا ما هي الحكمة من هذه الصورة المبسطة؟ الحكمة من هذه الصورة المبسطة أن الله عز وجل لم يخلق أي شيء عبثا. يعني ما كانش حاجة ربي خلقها عبثا، معناتها يخرجوا السنان وإحنا ما نسحقوهمش. سحقوا قداش تسحقهم؟ تسحقهم على 7 شهور، يخرجوا كي تسحقهم على 7 شهور. ما عندهاش حكمة هذه، يخرجوا السنان وبعدها قاعدين برك، هذا ما كان. لا لا، السنان الولد الرضيع يشرب الحليب، يشرب الحليب مدة معينة وبعد يبدأ يأكل يسحق السنان يخرج السنان. فكل حاجة تخرج بدقة، وكل أمر إلا وجعل الله له عز وجل قدره وحكمته. من هذا المنطلق ندخل إلى قانون، وهو قانون الهدف. وكأن الإنسان عنده واحد القانون بداخله، وهو قانون الهدف. ما هو قانون الهدف؟ نعطيه مثال. لو أننا كنا نرى مقابلة رياضية، جاء إنسان جاء سرق الأهداف، سرق لهم ليبوا، سرق لنا ليبوا، هاد الناس اللي كانوا يلعبوا سرق لهم ليبوا، دالهم ليبوا لي منا وليبوا لي منه، وكملوا يلعبوا. هل أنت الآن تقدر تكمل تشوف؟ لا يمكنك المواصلة. لماذا؟ تقول لي راهم يلعبوا بدون أهداف، راهم يدوروا برك يلحق لهنا وبعد يعاود يدور. لا لا، ما نقدرش نضيع الوقت. وكأن الآن هذا الاجتماع المبارك هذا الآن، وكان يدخل واحد الآن يقول له واش جيتوا ديروا؟ يقول له لا لا أنا مجتمعين. قلنا ضايعين يعني وقتكم فارغ. وكان تلقى الإنسان لابس مليح والناس مجتمعين وعندهم الحلوة، الأصل أنه نفهموا بلي كاين عرس. تدخل تقول لهم واش راكم ديروا؟ يقول لك لا لا اجتمعنا برك. تقول لهم أنتم واش ما يعني؟ وكأنه الإنسان في داخله عنده واحد الحاجة وهو الهدف. ما هي الحكمة؟ لماذا هذا الأمر؟ ولذلك نتكلم عن أمرين اثنين، نتكلم عن الإنسان ونتكلم على الكون. الله عز وجل قال في محكم تنزيله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها شكون؟ الإنسان. لما الإنسان هو حمل الأمانة، سخر الله له السماوات والأرض وما فيهن. يعني السماوات والأرض ربي سخرهم لمن؟ لخدمة الإنسان. فلما السماوات والأرض مسخرة لخدمتنا نحن الآن، إذن كاين واحد الحاجة راح نستنتجها، سنستنتجها من هذا المنطلق ومن المقدمة التي قدمتها. وشنو إذن؟ ما هي الهدف تاعك الآن؟ وعلاش السماء والأرض وكل حاجة هذه مسخرة لخدمتك أنت الآن؟
إذن كاين واحد الحاجة الآن، واحد الدور أنت الذي يجب أن تقوم به. إذن هذا الدور الذي سنتكلم عنه، وقبل أن نتكلم عن هذا الدور المهم نتكلم عن تسخيرات الله تبارك وتعالى لنا لهذا الكون. قال الله عز وجل عن دور الإنسان الذي سنتركه في آخر المحاضرة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما الله عز وجل خلقنا هذه المهمة وخلقنا لإقامة هذه المهمة سخر لنا السماوات والأرض. فتعالوا ندخل إلى ملكوت السماوات والأرض. أولا من المخلوقات العظيمة التي سخرها الله عز وجل لخدمة الإنسان الشمس. الشمس مخلوق عظيم جدا، خدمته وهو خدمة الإنسان، دوره هو خدمة الإنسان، يطلع يهبط، تطلع تهبط، تطلع تهبط، لمن؟ للإنسان، حتى تسهل له هذه الحياة وإقامة العبادة. ولذلك شوفوا الصلوات عندهم علاقة مع الشمس، الشرق تغرب هكذا نتعلم احنا الآن أوقات الصلاة. الشمس، حجم الشمس، الشمس شحال كبيرة على الأرض؟ 1,300,000 مرة. تصوروا يا إخوان أنه لو كان نحكم 1,300,000 أرض تساوي الشمس، 1,300,000 مرة الشمس أكبر من الأرض. الأرض هذه تدور حول نفسها بسرعة 1,600 كيلومتر في الساعة، تدور حول نفسها وتدور حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية الواحدة. يعني حكي رانا قاعدين دوك الأرض راهي تدور، وراهي تدور حول الشمس، والشمس تجري لمستقر لها، أمام الشمس أيضا راهي تدور. يعني واحد التقديرات ربانية. الآن الأرض راهي تدور حول نفسها، كي تكمل الأرض دورة واحدة حول نفسها شحال الوقت؟ شحال فيه؟ 24؟ أحسنتم، 24 ساعة. لما تكمل الأرض تكمل 24 ساعة، أي كملت الدورة. كي تكمل الأرض دورة كاملة على الشمس شحال؟ شحال فيه؟ شحال فيه؟ 365 يوم. 365 يوم لما الأرض هذه تكمل الدورة حول الشمس. فهذه الشمس بعظم حجمها ومكانتها هي طائعة لله تبارك وتعالى، تطلع دائما في وقت معين وتنزل في وقت معين. يعني لو كان الآن، لو كان نديروا احنا الآن الرزنامة، تحب تقول لي أين نديروا الحسابات في 2030 24 ديسمبر على قداش تشرق الشمس؟ نقول لك على 6:05، ومن بعد نعيش أنا وياك حتى 2030 وتشرق الشمس على 4:05 6:05 أو تغرب على 5:30. ما هذه الدقة؟ ما هذه الدقة؟ يخرجنا ما يخدموها ساعات في بداية جانفي، يخدموا الرزنامة، وبعد الرزنامة هذا يعطوك وقتاش تشرق وقتاش تغرب وقتاش تشرق وقتاش تغرب، وبعد أنت تبدأ تتبع وتقول هذه هي، ومن بعد تلقاها تشرق وتغرب كما كتبوا، كما داروا التقدير. هذه الشمس طائعة لله تبارك وتعالى. ثم هذه الشمس الكبيرة الحق واحد الوقت، أو يجي واحد الوقت، يجي واحد الوقت هاد الشمس منين تشرق؟ من الشرق. من الشرق، ما سمعتوش كي قال الغرب ياك، قال الشرق. تطلع من الشرق، أو جاي واحد الوقت بأمر الله تبارك وتعالى راح تطلع من الغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبواب التوبة مفتوحة ما لم يغرغر الإنسان وما لم تطلع الشمس من مغربها. معناتها الشمس راهي تطلع، ومن بعد يجي واحد النهار تطلع من المغرب خلاص، وبعد ابواب التوبه تغلق. معناتها اللي يحب يتوب، اللي يحب يبدا يصلي، اللي يحب يحبس، خلاص بارك الله فيكم، خلاص غلقوا. وهذا الامر شوف الانسان راهو في حل للتوبه. ثم يوم القيامه خلاص الدور تاع الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. حديث رواه البخاري. معناتها الحق أن الدور تاع الشمس كان خدمة الإنسان،
القمر هذا يظهر نصفه، يظهر نصف تاع القمر، ثم بالأيام يعني بالليالي يظهر الضوء هذاك الذي يسطع فيه يظهر لنا نصف القمر، فيظهر القمر على صورة البدر، ثم يبدأ يظهر النصف الذي باقي، ثم النصف الذي باقي حتى يصبح كما قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ولذلك القمر الآن نحسب به الأيام، نحسبه الليالي، والشمس نحسب بها السوايع. إذن الشمس والقمر عندهم دور خدمة الإنسان، ننظموا لكم حياتكم، نعطوا لكم، نطلع نهبط، عندي وقت نطلع فيه، ثم الحق وقت نطلع من المغرب، ثم لو حق وقت قال مكوراني يوم القيامة، يعني يطوياني خلاص الشمس والقمر خلاص. منهم بعض الأحاديث يعني وهو ليس ثابت في البخاري أنهما يلقيان في النار، لكن الأصل أنهما مكوران يوم القيامة، خلاصة المهمة ديالهم، شغل الديكور هذا يوم بعد أي خلاص نحي الشمس نحي القمر، لأنه خلاص عالم واحد آخر مات. الآن أردت أن أقف وقفة فقط دقيقة مع الشمس. أول شيء انظروا إلى تلك الدقة في خلق الشمس، انظروا إلى تلك الدقة. لما دوك الآن يجي واحد فيكم الآن يقول والله الذي لا إله غيره، هذا شروق، قال والله الذي لا إله غيره غير غدوة، غدوة الشمس تشرق على 7:41، وبعد أنا حاكمين هكذا، وبعد نلقاو 7:41 طلعت الشمس، وبعد أنت تقول لي لا لا شوف على 5:35 تغرب، 5:35 تغرب. الإنسان ألا يستحي من نفسه أن الإنسان يعظم هذا الخلق لله تبارك وتعالى، ومن بعد تلقى هذا الأمر قاع يخليه يبدأ يحكي لنا على الألمان، ويحكي لنا على المترو تاع الألمان، ويحكي لنا على المترو تاع الطليان، باللي على بالك تكون قاعد ومن بعد يجي المترو، شوف دوك يجي على ساعة والحق الله أكبر، سبحان الله منظمين يا أخي، الله غير منظمين، ماشي مشكل منظمين. لازم تفهم حاجة، لماذا هذه الانهزامية؟ ومنهم من خرج من الإسلام بسبب هذا التنظيم، بسبب هذا الانبهار، وبسبب هذه الانهزامية، فتراه لا يرى عظمة الله عز وجل في خلقه. الأمر الثاني، وهذه نصيحة، أكثر نصيحة نقدمها للشباب، أيها الشاب أنت الآن ألا يستحي الإنسان من نفسه، ألا يخاف الله تبارك وتعالى أنه يعرض نفسه لعذاب الله تبارك وتعالى، وأنه يبارز من خلق هذا المخلوق؟ يعني أتصور هذه الشمس 1,300,000 مرة خلقها الله عز وجل، أنت الآن على والو تسب ربي، تسب أنت الله عز وجل الذي خلق هذه الشمس، نار ملتهي يعني الآن ما طفاش النار، يعني الآن لو كان نعود نقولوا إلى أي واحد الآن، أي عالم الآن في العالم ديالنا، إن القوت روح لنا تريسيتي، أمرنا لكم نزامة عاد طناش وبعد أي الظلمة وشنو راح تريسيتي، الشمس طفات، شكون واحد الفيزيبل تنحرق لها راهم يعاودوه، كانش ما كانش، كاين نظام معين، هذا النظام لما اعتدناه ولينا نشوفوه بلي والو ماشي حاجة، وبعد تنخلع أنا بساعة بكاش حاجة هكذا خدموها ونقعد أنا منبهر، ويمكن لي تراه يسب الله تبارك وتعالى، مخلوق نخافه. تلقى الآن احنا رانا في حي شعبي، قال واحد يضرب بالموس ويخلع ويدير، قل له سبوا، يقول لك هذا تخلط فيه، ما نقدرش، كيفاش أنت هذا تخافه وتسب ربي؟ المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، يقول لك قل له الجنون، ما تقولش الجنون، دوك يسمعونا، واش نقولوا؟ هذوك الناس باش ما يخافوهمش، إذا أنت تخاف الجنون، ما تخافش الذي خلق الجن. ولذلك الإنسان هذه الظاهرة هذه أنه في إنسان في دقيقة يتقلق يسب الله عز وجل، هذا من جهله بالله تبارك وتعالى. الأرض سخرها الله عز وجل للإنسان، هذه الأرض اللي رانا عايشين فيها شكون اللي خلقها؟ ربي اللي خلقها وجعلنا نعيش فيها، فجعلها قرارا. الأرض شحال فيها اليابسة؟ فيها 29%، 71% من الأرض وشنو هي؟ ما احسنت بارك الله فيك، هذا لازم نجيبوا له حلوه من بعد، ها عم يوجدوا له فيها ان شاء الله. اتصوروا يا اخوان انه رانا نعيشوا في ارض هذه اللي رانا عايشين فيها 29% برك، 71% وشنو؟ ما بحار. اتصوروا البحر هذا يغرقنا في المحيط الهادي، هناك مناطق نقاط في المحيط الهادي عمق البحر فيها 12 كيلومتر،
تصوروا عمق البحر، عمق البحر فيها 12 كيلومتر، بحر مالح، حتى الملوحة هذه مازال ما فهموهاش العلماء منين جات. هذا البحر الذي هو 71% و 29% كلها يابسة. قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض قرارا، قرار أنك تقدر تستقر فيها. أول شيء في قبل سنوات في البلقان أحد الدول قصفوا هذه المدينة في البلقان 6 أشهر بطائرات حربية و400 يعني تحليقة في قصف هذه المدينة وبالقنابل الهيدروجينية والتكنولوجيا وغير ذلك 6 أشهر. هذا الأمر يمكن أن يقوم أو زلزال في بمدة ربما 45 ثانية تذهب المدينة بكاملها. لذلك الإنسان ما يغفلش على واحد الحاجة، لما رانا نشوف وحدات غزة وشوفوا اليهود وشام يديروا وكذا، بعض الحين تصرر الإنسان واحد الإنهزامية. الله عز وجل بزلزال دوك كان يقدر الله عز وجل زلزال تذيب أمريكا وألمانيا ويريبوا كاع حاجة ما تقعد. لكن حكمة، احنا رانا في دار العمل، احنا رانا في دار الشقاء، دار فيها الابتلاءات، دار فيها القوي ياكل الضعيف، فيها واحد يحقار واحد محقور، واحد الانسان ما دار والو تهموه وفي الحبس ما دار والو، غير الله عز وجل اللي يعلم بلي ما دار والو. لكن هذا كيفاش يحيد؟ هذا يقدر يموت بالقنطه. لكن وشنو كاين يوم اللي راح يجي الجزاء؟ كاين كاع راح تستفوا كاع واش راك داير كاع من بعد راح تخلص. ولذلك الان ديت الورت راك تشوف روحك في صحه جيده وداك تعصي في ربي، ومع واحد اخر حافظ قران ما عندوش واش يشري صباط وما لقاش واش ياكل، وانت راك تصلي والاخر يعصي في ربي والناس مشهورين يتصوروا معاه وانت شكون اللي يتلفت لك. لازم نفهموا بلي ماشي هذه هي الحياه، هذه رانا ميسيون شت ميسيون، حنا رانا ميسيون باش نخلصوا بلاصتنا تاع الجنه، هذه ماشي هذه الحياه، هذا ماشي هذه الحياه. بهذا المفهوم يفكر الانسان في قدره الله تبارك وتعالى. ولذلك من قرار الارض الجاذبيه، هاي لك قرعامه الجاذبيه وشنو؟ ها تجبد تقدر تقعد. لما يطلعوا للفضاء يلحقوا واحد النقطه تروح الجاذبيه، تنقص الجاذبيه، اذا واش يصير لها القرعامه؟ تطلع في السماء والساعه تطلع وانا نطلع وانتم تطلعوا، وزعما رانا دايرين المحاضره كاع رانا هكذا مخلطين وانا نلهيها ومن بعد نقول يا خلاكم تسمعوا انا نسمعوا، فهمت؟ شغل مخلطه ما تقدرش نعيشوا، ما نقدروش كل حاجه تطلع، ما نقدروش نعيشوا. فالله عز وجل جعل انه الارض فيها جاذبيه. مشكلتنا وين راهي؟ مشكلتنا نتخلعوا بهذاك اللي اكتشف الجاذبيه اكثر من الجاذبيه. يقول لك نيوتن اكتشف مليح العلم، رانا نتكلموا على العلم ماشي مشكل، لكن حبينا نقولوا الان انت كيفاش راك مخلوع بنيوتن وماكش مخلوع انت باللي خلق الجاذبيه؟ كيفاش هذه راهي تهبط؟ ربي يبارك فيك، هذه نديهم معايا هذوما ما شاء الله. هيا نبداو بك انت هاك. اباك كنت رايح الحضره يجيبوا الكيندر هنا شغل لي فيه كذا كافريسيا على حسب باب الواد هكدا يجيب لك مينيروش. الشاهد انه هذه الجاذبيه الانسان يفكر علاش باش نقدروا نعيشوا. والا ايضا من الامور التي سخر الله عز وجل هذه الارض لكي نعيش فيها، شوف الانسان الان، شوف في ارض مثلا اجدادنا، ارض هكذا كبيره تحفر شويه تغرس تلقى شجره ناضت ومن بعد رانا عايشين. عايشين في هذه الارض. ولذلك هناك 85 الف نوع غذائي، 85 نوع غذائي نقدروا نتغداو عليه. اغرس شجره تطلع طوماطيش بطاطا بصل دير منها لفت قرعه والو في ارضها، يعني في ارض والو. لذلك الناس تكتشف الارض. ولذلك الله عز وجل قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كفات الأحياء وكفات الأموات. الأموات اللي ماتوا، تصوروا لو كان من آدم لهنا اللي يموت ما يتحلش، كيفاش نعيشوا بعد؟ وين راهم؟ تصور بلي اللي تدفنوا يقعد كيما راهو، كيفاش نقدروا نعيشوا؟ يعني تصوروا أنت الآن من وقت آدم لهنا شحال كاين من واحد، وبعد أنت راك تحفر باش قال كان ميت، وبعد ميت ما يقول لك خلاص الارض تعمرت كيموتوا كاش نديروا؟ وين نرموهم؟ كاش نديروا لهم؟ حياتنا الضيق. ولذلك الله عز وجل شوف جعل الارض ساطره،
تدفن دفن الميت تولي 5 سنين ما كاشو باش تقدر تزيد تدفن فوق وزيد تدفن وهي للأحياء والأموات. ولذلك الله عز وجل جعل في هذه الأرض كين قوانين الآن فيزيائية، الله عز وجل هو الذي سخرها في هذه الكون باش نقدروا نعيشوا. أول هذا القانون من هذه القوانين الانصهار. ما معنى الانصهار؟ الانصهار يا إخوان، الله عز وجل جعل المعادن هذه المعادن جعلها في التربة. يعني احنا رانا قاعدين تحفر تبدأ تلقى الحديد النحاس تلقى، وبعد نستخرجوا هذا الأقرين وبعد واش نروحوا ندوبوهم. كي نروحوا ندوبوهم شكون اللي قال لك انت بلي الحديد يدوب؟ شكون اللي خلى الحديد يدوب؟ وشكون اللي خلى النحاس يدوب؟ وشكون اللي خلى هذا المعدن القوي خلاه يدوب؟ الله تبارك وتعالى. علاش؟ باش نقدروا نعيشوا. خاطر لو كان ما يدوبش الحديد ما نخدموش طوموبيل، ما نخدموش سياره، وما تخدمش الطائره، وما تخدمش الساعه هذه، هذه الساعه ما تخدمهاش ما تقدرش خاطر ما يدوبش، باش نقدروا نخدموا هذه الحوايج الصغار. والان تتعطل حياتنا، ولكن الله عز وجل جعل هذا القانون الانصهار. خلقنا الحديد وجعل القانون الفيزيائي هذا هو الانصهار. اجبد الحديد ذوبوا عوجوا وبعد خدمنا جاكوار وبعد يقول الله اكبر هاربين يا الله هاربين. شكون اللي قال؟ شكون اللي خلاهم يخدموا العديدة؟ احنا دائما لازم نسبحوا الله عز وجل وننسبوا الفضل لاهله. فهذا المنطلق، من هذا المنطلق ايضا هناك قانون الذوبان. قانون الذوبان، ربي اجعل الاملاح معدنيه واجعل معادن الان اجعلها الذوب. شكون يقول لك اش حاجه الذوب؟ السكر. السكر يدوب، الملح يدوب. انت تاكل احنا كي تاكل؟ انت كي تاكل الماكله وبعد واش الماكله هذيك واش يصرى لها؟ تولي املاح، وبعد الذوب، وبعد الحاجه اللي يسحقها الجسم ديالك يديها الدم، يديها في الدم، وبعد اللي ما يسحقهاش واش تروح؟ تروح فضلات. ها فضلات مليحه، فتروح فضلات عادي. هادو كاع ميكانيزمات. الان لو كان جا هذا المعدن معادن الحديد، شت الحديد لو فار هذا راهو يدوب باش انت تولي عندك القوه، باش انت تولي عندك القوه تقدر تمشي تقدر تقعد، نقدر انا ندير محاضره. هذا قانون الذوبان. والا الشجره كيفاش راح تقدر تشرب؟ كيفاش نقدروا نديروا لها الاملاح وبعد هذا الذوبان وبعد الشجره هذه تمتص ما تستحقه من الاملاح والمعادن؟ ايضا قانون التبخر والتكثف. التبخر الان البحر قلنا 71%، 29% يابسه. قانون التبخر ان الشمس الان تؤثر فيتبخر هذا الماء ويتبخر، ثم اذا حبينا الان الماء هذا يعود يتكثف يعود يولي بخار ويعود يولي سحب ويعود يولي امور تنقلب الى ماء. ولذلك انظروا الى قانون التبخر والتكثف. اخيرا في البحر نتكلم عن قانون الدفع الى الاعلى. قانون الدفع الى الاعلى، انا نتكلم هذه الامور قصدي ان نتكلم عن التسخيرات. التسخيرات انت مع وليدك يغيضك الحال في بعض الاحيان، تلقى الولد انت داير عليه بزاف حوايج وراك تضرب باش دير له الضاله الفوقانيه وتسقم له ودير له وهو ماهوش حاس كاع. راه مانيش حاس كاع، وانت ما على بالوش باش طيبتوا هاد العشاء انت واش درت؟ خدمت وبعد جيت وبعد طيبت وبعد حطيت لهم وبعد يجي ياكل وبعد ماشي بنينه، ماشي بنينه، يعط ما يشكرك. ولذلك لما تتنوض خاطش كاين قانون الاعتياد، تنوض تلقى شمس تطلع وتهبط وبعد هواء. ولذلك ايام كورونا واش صار لنا؟ حاجه كنا قد اعتدناها، الاكسجين. الاكسجين سخر الله عز وجل النباتات الخضراء انها تمتص تستنشق غاز الفحم وتمد لنا غاز الاكسجين، فيتمد لنا الاكسجين باش حنا نتنفسوا. صار لنا مشكل غير في الاكسجين، متنا بدينا نخافوا، بدينا الخوف، بدا تخبي وبعد ما تنفش وبعد ما نهضرش مع هذا، وبعد بدينا نخبوا الماشينات تاع وبعد فهذوك الماشينات الناس ولات تبيع. شوف الهواء كاع باطل، حياتنا كاع نتنفسوا، انا نتنفسوا باطل، غير ولا عند الانسان ولا شغل خلاص يبيع لك ماشينه يقول لك 80 مليون لا حبيت تشريها. ونعرف الناس شراو ماشينات باسعار خياليه، علاش؟ لانه صراع البقاء، يعني الحياه والماشينه. 80 مليون انا ما سواش 80 مليون اذا نشريها. فقلنا الدفع نحو الاعلى، اي جسم الان تدخله الان في الماء واش يصرى له؟ يولي خفيف، علاش؟ لانه كاين قوى تدفع نحو الاعلى.
بهذا القانون يتعيش الأسماك. هناك أكثر من 1,000,000 نوع تاع الأسماك التي سخرها الله عز وجل منذ أن خلق الدنيا. تصوروا من اللي خلق ربي الدنيا إلى كاين أسماك يتعيش لي من لينا إحنا يا أنواع تاع الأسماك، حوت، سردين، ما ندوش نحكوا على الأسماك خاصة نتشهى شوية أنايا، فيبداو يحكوا الأسماك. فهذا الأمر سخره الله عز وجل لنا، سخر هذا البحر 71% الآن هذا الأرض باش نربط بين القارات، وإلا وين تجيك أنت يا سفينة فيها 1,000,000 طن يعني الثقل ديالها تقدر تمشي في البحر، والفلكة تجري بحري بأمره. لذلك الآن انظروا إلى تلك التسخيرات. أيضا الحيوانات، واخترت من الحيوانات حيوان واحد فقط وهو أو وهي البقرة. البقرة لأنه فيها حديث، عندها واحد الدور. البقرة الآن كان عندها واحد الدور، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال بينما أو كان في من كان قبلكم رجل يسوق بقرة فأعيا، أعيا السيد، فركبها، فقالت له البقرة إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. قال بقرة تتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بقرة تتكلم وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، ولم يكن في المجلس آنذاك أبو بكر وعمر. البقرة تكلمت لماذا؟ لأن هذا الإنسان وش حب يدير؟ حب يخرجها عن الدور ديالها. قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. العلماء يقولوا وما لا تعلمون شنو هي؟ الطائرة والسيارة والقطار. علاش ما قالهمش ربي؟ باش ما يشوش عليهم. نجي نقول له طائرة أنا في الوفاء عندها 14 قرن، يبدا يقول لي واش هذه الطائرة؟ تسمى حديدة طير في السماء، ما يقدرش ما تدخلوش في عقله. ولذلك ويخلق ما لا تعلمون، كاين حوايج راح يجيو. ربي راح يخلقهم لأنه هو خلق الانصهار، هو خلق الحديد وقال لك لصقهم وبعد أنت تدخل على بلي لصقهم. هذاك اللي لصقهم شغل أنت راك تعبد فيه. ولذلك الآن هذه البقرة أراد أن يخرجها عن دورها. أنا عندي دور، إنما خلقنا للحرث، ربي أعطاني دور ناكل الحشيش ونعطي لكم الحليب ونحرث الأرض. وبعد نعرف أنا كاين حيوانات مضارين نتلاقى بهم، شكون هما؟ والخيلة والبغالة والحميرة، هذوك ربي خلقهم باش تركب فوقهم، إذا ما تركبش فوقي، ما حبتش، قالت له ما تركبش. البقرة الآن ما زالت تتكلم إلى يومنا هذا. سنة 1996 في بريطانيا، بريطانيا أرادوا أن يطعموا البقر أجنة الخراف وأجنة الخنازير والعظام وغير ذلك من البروتينات، حبوا يوكلوا لها اللحم، فوكلوا لها. لقوا بلي كي يوكلوا لها بهذا الأعشاب والفيتامينات هذوما، البقرة تكبر في حجم بحجم كبير في وقت قصير. إذا واش يربحوا؟ دراهم. ها يربحوا دراهم بزاف. تما بقرة الأصل أنه قنطار تولي لك زوج قناطر في شهرين، راح ندخل دراهم كبار. البقرة ربي عطى لها دور، ربي عطى لها سنة في هذه الحياة. ما هي السنة الكونية في هذه الحياة؟ أنه هذا البقرة وش تأكل؟ تأكل الحشيش، تأكل العشب. هات هاك جاوب ما شاء الله. قال تأكل العشب. لما هي تأكل العشب قال لك وكلوا لي فيونداشي، هاي ما لوش ندير؟ أهبلت جنون البقرة. قالت لهم ما نكملش معاكم، دوك نهضر تقدروا تولوا تعبدوني. يولي تباع واحد 40 مليار دولار في الهند يبيعوها بقرة تتكلم. لا لا، قالت كيما لا واش ندير، نخسركم. حبيتوا تربحوا دراهم نخسركم، حبيتوا تخرجوني على الفطرة. أردتم أن تخرجونني عن الفطرة، إذن أجن. فكان جنون البقر، وخسر الإنجليز هذاك الوقت ملايين الدولارات. بل حصلوا وين حصلوا؟ حصلوا كيفاش يرموهم، لأنه بدأت الرائحة وبدأت كيفاش يدفنوهم من المواد وغير ذلك. انظروا إلى البقر، شفت ربي خلق في سنة. ولذلك دائما نتكلم مع شبابنا وخوتنا تاع المخدرات، ربي خلق لك العقل ديالك وعطالك هوليك باش يتغدى، يتغدى بالسكريات وهذا وهذا والأكسجين وغير. جيت انت قلت له لا لا نعطي لك هذا، نهبل. البارح جاني واحد مهبول، تهبل تهبل من المخدرات، تناولت مخدرات، اذا الخلايا هذول الداخل يقول لك انا ما نتبعكش،
انا يا قالوا لي هاوليك هاوليك تعطيني هذه الحاجه السامه انا ما نكملكش، فنقدر اجن ويبداو الهلاوس وما غادي يقولك راني نشوف واحد الحوايج وراني نسمع بعد يديه وهي يرقيولو ويقعدوا يرقيولو يرقيولو ويتبعوا الجنون والسحر وهذا تناول المخدرات. خلاص خرج عن الفطره التي فطره الله عز وجل عليها. فانظروا الى البقره، البقره التي سخرها الله عز وجل عباكم البقره الان الحليب اللي تمدوا 19 جزء منه ياخذه الانسان، يعني 19 ضعف، معناتها اذا مدت 20 ريتلا العجل ديالها يحتاج ريتلا وحنا نديو 19 ريتلا. علاش نديو حنا 19 ريتلا؟ نقول لكم علاش، لانه هذا الحليب لينا حنايا، لذلك الانسان بهذا 19 ريتلا، لانه باش حنايا نقدروا ناكلوا كومونبار وناكلوا كريار وشيدار وكيري وتاكل وتتمتع انت ايها الانسان. وما ادري لماذا، لماذا كيفاش تاكل كي تاكل انت كومونبار وتروا فرماج وترقد على 10 تنوض وتنوض على 10 والشمس ربي خلقها لك باش تطلع وانت كي تنوض لازم تكون نط قبال عندك دور انت. ما واش الحليب هذا حنا منعنا البقره عطينا لها غير ريتلا وحده وانت دير 19 ريتلا ومع الاخر راك راقد دير واش راك حاب. لذلك الانسان يعود يولي الى دوره في هذه الحياه. بل حتى الانسان شفت انت انسان الاعضاء ديالك الاعضاء سخرها الله عز وجل لخدمتك. يعني لو كان ندخلوا في كاين كتاب رائع جدا مفتاح دار السعاده لابن القيم يشرح كل حاجه يشرح لا يجعلها الحكمه ديالها. فالان يجعل الحكمه يقول لك شوف الحكمه تاع هذه الحكمه تاع شفرتين، وكان ما عندنا شفرتين عندنا مشكله كبيره. علاش؟ لانه هذاك التراب صغير يولي يدخل لك وتولي ما تقدرش دير، من بعد راك تصوب تدخل لك شويه غبره دير اكسيدون، حياتنا كاع تضيق على جال الشعر تاع 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 العينين. هاد الشعر تاع العينين كاش واحد مره حمد ربي عليهم، كاش واحد مره قال اه الحمد لله اللي عندي هاد الشعر تاع العينين، مالاش حاسين كاع بلي عندنا شعر تاع العينين. ولذلك الان انظروا الى هذه الاعضاء التي في جسمنا مسخره لخدمتنا. ونختار من هذه الاعضاء القلب. مازلني حي وكان يحبس نموت. شت القلب ما كان حتى اله شوف نحكموا اي اله الان في العالم ما كان حتى اله تخدم اج 24 مده شحال الا ولازم تبدل لها ودير لها الفيزيبل والفيدونج وتعاود تبدل لها. ويقول لك ما يقدرش لازم تريح. كاش واحد ينوض الطوموبيل ويخليها قال شحال هي نايضه عندها 30 سنه هي نايضه او تكون تحرقت هذه غير جري تنحرق السياره تاعك. ولذلك اتصور وانت الان عندك قلب يضخ او يضخ الان حتى ان في بعض الدراسات قال لك لو كان يحسبوا الان زعما واحد عاش 70 سنه شحال ضخ القلب من مليلتر تاع ماء قال لك ناطحات السحاب. احسنت ناطحات السحاب. شت ناطحات السحاب هذيك كاع نعمروها نعمروها دم. شوف شحال انت راك تومبي كيما نقول لك حنا في الدم. هذا القلب الذي سخره الله عز وجل لخدمتك ويمشي مع المزاج ديالك. معناتها دوك رانا حنا هكذا لو كان دوك ترى هربه ولا ترى خوف ولا يصرى اي امر واش يصرى قلبك؟ يبدا يخبط. علاش؟ لانه الدوره الدمويه تجري. غير الدوره الدمويه تجري يخرج هرمون الادرينالين يعني تخرج هرمون النشاط والطوارئ يقولوا لا لازم تضرب لازم القلب يبدا يخبط بزاف. وبعد انت راح ترقد ما تحتاج انه لو كان قلبك يقعد يخبط يعني بسرعه مرتفعه ما تقدرش ترقد. ولذلك يلحق حتى ال 40 وانت راك نائم. انظروا الى تلك التسخيرات. جعل لك ربي قلب راهو يخدم وراهو يدي الماء ويدي الدم ويطلع للفوق ويهبط ويدير حتى انت ان تسعد وتكون مرتاح. هذا الدماغ الان جعل فيه مهمة. الدماغ يعني راهي حكاية كبيرة في الدماغ، لأنه الخلايا الدماغية راهي حتى أنهم بعض الدراسات تقول على أنه الإنسان لو كان من وحدة حتى ل 70 سنة كل يوم يعطوا له فائدة كل يوم يعطوا له فائدة في كل ثانية يعطوا له فائدة راح يستهلك غير 30%. لأنه الآن الخلايا الدماغية كبيرة بزاف، عندنا عدة خلايا دماغ مليارات الخلايا الدماغية كلها مسخرة وكل حاجة عندها الخدمة ديالها كل حاجه. الان باش نطلع انا يدي الامر المخ مد امر لليد اليمنى باش نطلعها. ولذلك هناك عمليات وميكانيزمات ادراكيه يقوم بها الدماغ، من بينها مثلا التركيز. كيفاش انتم راكم تسمعوا فيا؟ لو كان نحكموا الان نحكموا هاتف او مسجل نديروه لبرا نلقاو بلي كاين اصوات، كاين ربما سياره اسعاف جازت، جازوا الشرطه، الناس هي تهدر
لكن الله عز وجل جعلنا واحد الحكمة وشنو هي؟ أنه أنا اللي مركز مع الشيخ أو يهضر باش نسمع، رغم يهضروا عباد لو كنت تكون سكون تسمعوا الهضرة، بصح أنت مع الأخر لا لا، ربي يجعل لك أنه نركز الآن مع المتكلم، فتسمى التركيز. ولذلك أبناءنا الآن اللي عندهم إفراط الحركة تلقاه عنده مشكلة في التركيز، ولما ما يكونش عنده التركيز تروح له المعلومة وبعد ما يديش نتائج ملاح، لكن مشكلته موش في الذكاء، تلقاه ذكي كي نديروا له كيما يقول لك حنا المقياس تاع الذكاء نلقاو الذكاء تاعو ما شاء الله، لكن النتائج تاعو ضعيفة. إذن النتائج ليست لقدراته وإنما لطريقة استعمالها. في التركيز كاين واحد الحاجة اسمها التركيز الدائم. شنو هذا التركيز الدائم؟ التركيز الدائم معناتها حاجة أنت تكون مهتم بها. التركيز الدائم مثلا يقولوا أن الأم كي تكون راقدة والناس راهم يهضروا والصوت وعادي ما تلقوش، غير يبكي الرضيع ديالها تنوض. كيفاش فطنتي؟ لأنه كاين تركيز دائم، أنه كاين انتباه دائم. وهذا نعرفه ايضا وندركه في الناس، مثلا الانسان يكون يسوق سياره تاعو وعايش معها مليح وسي صرالو ويسوق كاع رانا نقصرو، ما دي يقول لك دقيقه يا راني نسمع واحد الصوت الرنه ديالها تبدلت. كيفاش انت عرفت الرنه ديالها؟ تركيز دائم. يا دي راهي قلبي هذه دي كي تسخن معاها، انا فهمت كاين اللي عنده الترموستات تاعو مع السياره مسكين، فهمت؟ فتلقاه عنده التركيز الدائم، يعرف باللي ماهيش مليحه السياره لانه عنده تركيز دائم. ولذلك حتى في الغدد الآن كنت تكلموا عن الغدة الدرقية والنخامية وغير حبة عدس أي القواطر تلقاها إلى خدمت بزاف راهي مشكلة، تخدم قل راهي مشكلة. ولذلك الآن تروح تشري البطاطا، تروح تشري أي حاجة شحال يقول لك؟ زعما تشري 5 كيلو 100 غرام 200 غرام، تلقى الغرام هذا ما عندوش قيمة في حياتنا، عادي غير في الذهب. لكن في الجسم الإنسان باش تكون أنت مريض ربي عافينا وشافي جميع المصابين بمرضى السكري، مرضى السكري باش تمرض شحال لازم لك؟ أنديس أنفانتيس، من أنديس حتى الأنفانتيس تولي شغل سوسبي كيما يقول لك متهم بالديابات. تتصور أنت في هذا المرض شو يعني جوز تاع الجرام صفر يعني 10% من الجرام يقدر يبدل لك حياتك. تلقى روحك انت الان كاين نظام معين، كاين غدد راهي تفرز واحد المقدار معين وبتجي تقول لك لا ما عندكش السكر، كيفاش هاد الغده قاعده ملتزمه انه ما تفرزلكش وتفرزلك بدقه ويقدر غرام واحد يبدل لك حياتك؟ غرام 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 في حياتك تقدر يعني غرام في الجسم ديالك يقدر تتغير هذه الحياه. ولذلك انظروا الى هذه التسخيرات، الحواس رانا نشوفوا هذا المقدار الذي نرى به هو المقدار الذي تصلح به حياتنا. ولذلك انظروا الانسان كي تنقص النظر ديالو واش يولي؟ يتعب، يولي نواضر ما يشوفش مليح، ما نقراش، ما نشوفش البعيد. نزيد لكم واحد الحاجه بالك ما انتبهتوا لهاش، على بالكم بلي لو كان يزيد النظر ديالنا على واش رانا نشوفو كيف ما نقدروش نعيشو، تضيق الحياه تاعنا. لماذا؟ لانه شت الحبه كابريس هذه كي نعطيها للولد يقول لي راه فيها الجراثيم، لانه راه يشوف فيها الجراثيم. يعني كي تولي قاعد انت منا تقدر تطل من 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 من, من البالكون تاع داركم يجيك واحد من الحراش يقول لك دور راسك راك تشوف لي فاك مقابل لي الدار، بعد يجي له من باب الزوار يقول لك اسمح لي دخلت راسك كاع عندنا، ما نقدروش نعيشوا. بعد ما تقدرش تعيش، لذلك ربي يجعل واحد الحد باش نقدروا نعيشوا، والا من بعد تولي باش تبني يولي لي اوربانيزم ماشي يعطوك البيرمي لازم لك في الصحراء باش ما تقابلوش ماشي 4 مترات. شفت الحياة تاعنا حتى السمع، هاد السمع الآن السمع كي تنقص السمع ديالك تضيق الحياة تاعك. لكن الأمر الثاني لو كان يزيد ما تقدرش تعيش لأنه علاش هاد الزيادة تاع السمع؟ تصوروا وأنت راح ترقد تقدر تهبط العباد لتحت كاع راهم قاعدين يلعبوا دومين تقول لهم حبسوا ما خليتوناش نرقدوا، وتولي معد في الدار أنت قاعد من بعد الأخرى ويهضر يولي واحد ما يهضر على الأخر، الغيبة كاع ما كانش من بعد تولي بلي ميساج يبعثوا له الرسائل ما حتى واحد يهضر خاص تسمعوا غير يهضر تسمعوا. ولذلك انظروا الى هذا المقدار حتى نسعد في حياتنا. ولذلك لو كنا ندخلوا الى الدنيا نلقاو كل حاجه نلقاو لها عند الدور ديالها، انه ربي يجعل لها دور. صح الدور الاساسي ما هو؟ هو خدمه الانسان، خدمه هذا الانسان. فاذا كان الانسان هذه التسخيرات التي سخرها الله عز وجل
والكلام في هذا يطول، كله لخدمة الإنسان، خدمتك أنت أيها الإنسان. ما نحشموش على عرضنا، والله غير لازم نحشمو على عرضنا يا ها، ما نقدروش دوك يخو هذاك على جنة. وبعد حنا يا بعد السؤال هنا سؤال نعود نقولو إلى المقدمة، وحنا تما وعلاش حنا يا نقول لك علاش دوك نقول لك خاطش انتوما تجريو. هاي الغزالة تجري أكثر منك. لا لا خاطش انت تعرف تعوم، ها وليك الحوتة يتعوم خير منك. خاطش انت شجاع، ها والأسد شجاع عليك. خاطش انت تطير، هاي الحوت الطائرة ويجري يطير خير منك. خاطش انت لا لا خاطش انت الله عز وجل جعل لك مهمة حمل الأمانة، حمل التكاليف، إقامة هذا الدين، التوحيد، أن تعبد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن السؤال المطروح، الإشكال يا إخوان، احنا عندنا مشكل مفاهيم. هذا المفهوم يعني مشكلة المفاهيم، يعني المفهوم المشكل أنه المفهوم مثلا زعما نجي نقول لك ما هي العنفقة، ما هي العنفقة؟ تقول لي ما نعرفش، حيوان هذا، نقول لك زيد ماشي حيوان، كذا ماشي هون، كذا ماشي، انت ما عندكش معلومة. لكن كان نقول لك ما هي العنفقة تقول لي هذه فاكية، هذه فاكية تجي في ماليزيا ياكلوها وكذا، وانت راك تفلسف. علاش؟ خاطر انت بانت لك باللي العنفقة فاكية. العنفقة هو هذا الشعر اللي ينوض هنايا، هذا هو الشعر اللي عنفقة. هاي خلاص من اليوم انا تعلمنا العنفقة. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم البراق ما يعرفوش البراق، هذه معلومة جديدة جاتهم، ما يعرفوش البراق، باش ينحي لهم التصور قال لهم أقل من الجمل وفوق من البغل. شكون بدا يولي عندهم التصور بلي البراق ماهوش ديناصور، يولي عندك تصور باش نخدموا التصور. هذا هو الآن. حنا لما نجيو الآن بدا نقولوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بدانا دوك نقعدوا داخل الجامع نصلوا ونسبحوا ونقعدوا، دوك نقعدوا الناس يتطور، الناس يخدموا في الآخر، وحنا قاعدين. شفت هذا المفهوم في العبادة؟ مشكلتنا المفاهيم، ما راناش فاهمين. ربي خلق لك هذه الدنيا باش انت تقعد قاعد عن بالك، لا 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 لا، ربي باش انت تستفاد من هذه وتمشي وتقيم وتعمر هذه الارض وتعبد الله عز وجل. لكن المشكله راهو في مفهوم العباده، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وان تترك كل ما يكره الله عز وجل ويسخط. خلاص، اذا العباده هذه واش نقدر ندير بها في كاع المجالات تاع الحياه تاعنا؟ نقدر نعبد ربي. وهذا النظام الذي جعله الله عز وجل في هذه الحياة، ربي جعل نظام معين، نظام شوف الشمس تطلع أرض حباكم الشمس لو كانت تغلط تقيس وتهبط كاش كوكب من الكواكب، يعني ما حبيتش ندخلكم في الكواكب والحجم ديالها والسرعة، وأنه وش يقدر يصرى لو كان كوكب يخرج على المسار دياله، ماشي غير نروحوا حنايا، ما كانش ما نلقاوش روحنا كاع، واحد ما يلقى روحه. لذلك انظروا تلك الدقة، هذه الدقة كلها نظام، نظام معين في هذه الحياة. لذلك حتى في العبادات كاين نظام. تصوروا الآن، تصوروا الآن لو كان رانا عايشين في بلاد ما فيهاش نظام، ما فيهاش نظام، ما كان حتى نظام في البلاد، نقدروا نعيشوا ما نقدروش نعيشوا. كانش ما نظام زعما تاع السياقة، ما كانش نظام تاع السياقة، اللي يجي يمشي، ما كان لا فروج لا سونس انتردي، لا حد بلاكا ما كاين، عندك سيارة وبدا تمشي. واحد ما يقدر يهضر معك، واش حيصرى؟ يبداو يصراو الكوارث. ولذلك لازم يكون نظام. ولذلك الان في الحياه تاعنا ربي خلقنا باش يكون عندك نظام. ولذلك هذا النظام لما تفهم انت المهمه ديالك تولي تعتز بانتمائك انك عبد لله. هذه العباده انه عبد لله، هذه العبوديه هي اللي تولي تعتز بها. انا شوف ربي هذوك وتحكي عليه تنخلعت بهذا، وانا تنخلعت بخلق الله عز وجل. تولي انت تعتز انك عبد لله، فيولي لما ربي يعطي لك امر انت الامر هذا ما تديروش على اساس شغل لا لا تديرو، وانت معتز بالله تبارك وتعالى، ربي لي امرك. شوف شكون اللي قال لك ما تديرش هذه الحاجه؟ الله عز وجل هو الذي امرك بهذا. عندها سنوات قريب 20 سنه كانت واحد المجلس تاع واحد يعني في الامن، مسؤول في الامن هكذا، كان امور عائليه هكذا، فكنت معهم في البيت. فجت بنته اللي شافي بنته عمرها 19 سنه، فجت تخامس معايا، قلت لها ما نتخامش. من بعد راحت هكذا وزعفات وبدات تبكي وكذا، ما عادي ماشي مشكل يعني كانت. ومن بعد خوها جا من بعد قال لي يا شيخ دار، قال لي صرا مشكل. قلت له خير ان شاء الله. قال لي اختي بكات ويما شغل زعفات وشغل. قال لي وكان غير تخامست معها. قلت له انا ما عنديش مشكل نتخامس معها، انا نقدر هاي كاش يتخامسوا. قلت له قال لي قلت له يا خي يا عينيك سهله اش بيك، ما عنديش مشكل نتخامس معها. قلت له بصح نعطيك سؤال. قلت له انت الوالد ديالك لو كان نقول له دير لي هكذا وهكذا يقدر يدير؟ قال لي لا لا. قلت له علاش؟ قال لي عنده اوامر من الفوق ما يخليوهاش يدير. قلت
قلت له انا عندي اوامر من الفوق تاع باباك. قالوا لي ما تخامش، وعلاش انت الاوامر تاع باباك تشوفهم عادي والاوامر ديالي نشوفهم بلي كومبلكس وما تعقدش وروح بالعقل وماشي هكذا وانا عبك جات لي واحد البولا. نعم خلاص انا انتمي لله، الشيء اللي راني نديرو ربي اللي قالو صافي، انا ما عندي حتى مشكله. ولذلك ما توليش ما من خاوت شبابنا اللي يلتزموا جدد، ولا ما تكونش عندك مشكله زعما شكون بلي دير هاد السنه ولا دير حاجه تاع عباده وانت تقول له لا لا راه ما نروحش بالعقل، ربي اللي قال لي انت اللي غلط ماشي انايا. قدر ربي بعد سنه هاد البنت هذه تدينت، يعني التزمت شويه عمر تحتاج اسئله في الشرع. قالت لخوها، قالت له شوف لي هذاك شيخ اللي عكسني، قالت له هذاك اللي كانوا يتخامسوا هذوك نحيهم كاع يديك. المهم فالشاهد لما نجيو للعبادة نلقاو كاين نظام معين، صبح الفجر ظهر عصر مغرب عشاء، نظام فوائد نفسية، فوائد شوف فوائد حتى صحية. الوقت ما قعد الناس نسيت روحي شوية، حلات لي شوية مع نعم ما شاء الله الكاب نتعشاو بالكابريس اليوم. فالشاهد أن العبادات شوفوا الآن كل صلاة عندها الدور ديالها، حتى صحيا، يعني حتى الناس اللي يصبوا وكذا وقال لك لاني ديسكال وتهبط وتطلع والدورة الدموية، يعني فوائد عجيبة. أحد الأطباء في القلب مختص في جراحة القلب قال كنا في مؤتمر في ألمانيا. هذا المؤتمر في ألمانيا كانوا يتكلمون عن الجلطات الدماغية، ليزافيسي، الجلطات الدماغية. القاو اللي في الجلطات الدماغية، معظم الجلطات الدماغية تأتي على الساعة الثامنة صباحا. قال لك ليزافيسي، القاو اللي ليزافيسي قريب كاع يجوا على الساعة الثامنة صباحا. لماذا؟ لأنه الإنسان كيكون راقد، قال لك لما الإنسان ينام، لما ينام الإنسان الدورة الدموية يعني تبدأ تمشي ببطء. لما تمشي ببطء وش يصرى الشرايين هذوك الاوعيه الدمويه وش يصراو يبداو يصغاروا باش الدم هذاك يقدر يجوز، خاطر وكان هكذا يدير شويه دم ما يمشيش، فيبداو يصغاروا على حجم. فلما الانسان يرقد 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 اذا حدث اي شغل تعطر، معناتها شغل شويه يتنغلق شويه ما يجوش الدم، افيسي طلعت له كايوت سون اوت باراليزانس، مسكين ربي يعافينا. قال لك وراه الحل، نحكوا على ناس كفار يعني وهو مسلم كان معاهم في الله. قال لك لازم انه قبل الساعه الثامنه باربع ساعات ولا خمس ساعات ولا ثلاث ساعات لازم الانسان ينوض يروح يدير دوره هكذايا، يروح يمشي يروح يشرب بالماء، المهم يعاود ينوض يعاود يغير البرمجه، تنوض تروح الدور وتعاود تولي وتعاود ترقد، واش يصرى الاوعيه يعاودوا يتفتحوا وما يعاودوا يتغلقوا بالعقل، تماك عاود تربحت وقت. قال فخرجت لما كملنا، قالوا هذه المعلومه هذا الاستنتاج الذي وصل إليه أصحاب المؤتمر بدأ يبكي. قال بديت نبكي وتذكرت قول المؤذن الصلاة خير من النوم. قال لك احنا الدين عندنا نظام، هذا النظام يخليك انت ما يقصوكش لي زافيسي. النظام هذا النظام انك تنوض دائما قبل 8 بثلاثة ولا أربع ساعات وتنوض وتروح تصلي ويعود يتبدل، وكأن المؤذن ويقول لنا الصلاة خير من الجلطات الدماغيه. نوض قبل ما تجيك لافيسي. شفت الانسان في فوائده هذا، وكاين نظام معين، معناتها لذلك نصلوا عندنا نظام نصلوا فيه الظهر مغرب عشاء، هذا النظام كل حاجه راهي في وقت، حتى في ربطها بالافرازات، يعني لما يجي هرمون الميلاتونين قبل المغرب او بعد يجي هرمون النوم يعني الميلاتونين ترقد وبعد لا سمره بعد العشاء وغير ذلك من الفوائد. ولذلك لما كاين النظام ايضا نتنظموا ايضا في الصلاه تاعنا، ما تقعدش تجمع. ولذلك احنا الانهزاميه تاعنا اللي يساريه كل حاجه مليحه نسبوها للقور، يقول لك القور كيما القور، انا نجي في الوقت كيما القور، انا منظم كيما القور، انا يا كيما القور. خلاص مره واحد او يحكي بهاد الحكايه هادو تاع القور في احد الدروس، قلت لهم شوفوا يجي واحد يقول لك انا كيما القور، يكمل وانت علاش ما تصليش كيما القور؟ وعلاش ما تصليش الظهر في الوقت والعصر في الوقت والمغرب في الوقت؟ كمل علاش تجمع الصلوات في الصلوات تتهاون تقول نرقد وفي الخدمه لا نجي على 8 ويجي على 12 ماشي مشكل. نحن الان
نسنا ضد النظام، بالعكس احنا ضد انه النظام الشامل تكون تنظم في جميع الحياة تاعك، ما تكون منظم ايضا. علاش تجمع في الصلوات؟ علاش دوك المؤذن او يعيط لك؟ شكون هو يعيط لك؟ المؤذن، ماشي المؤذن اللي يعيط لك، مؤذن خدام خدم شؤون دينية، مؤذن يخدم شؤون دينية. عبكم كاين واحد المشكلة الان باش ما تروحليش في الخاطرة هذه، كاين واحد المشكلة احنا تاعنا في بعض الاحيان شكون ما نفهموش، مثلا زعما كي ما تفهمش اللغة ما تحسلهاش بزاف. لو كان فرضا زعما المؤذن في عطمة قلنا حي على الصلاة، احنا نديروا مثال فقط، في عطمة قلنا حي على الصلاة، يقولنا أرواح للصلاة، حي معناتها أرواح، لكن أنت حي شكون ماكش فاهمها، لا حي على الصلاة معناتها أرواح للصلاة، أنت تجي تطلع السلام عليكم خونا كنت عيط لي درت لي هكذا وأرواح، واش تحب؟ يقول لك لا أنا مؤذن، شكون لا أنا خدام، أنا نأذن وعندي هذه الصيغة نأذن بها. إذا شكون عيط لك؟ ربي اللي عيط لك. الله عز وجل يناديك 5 مرات في اليوم، أرواح تصلي، أو جاي نهار طلع الشمس من المغرب، ومن بعد ما تداش تصلي خاص ما تولي الكريزونطالين مو معك، ماشي محسوبة كاع ومن بعد خلاص الصلاة تاعك. أرواح للصلاة، حي على الصلاة. في هذه 5 صلوات. أيضا النظام في الصيام، شوفوا النظام الآن في الصيام عندنا وقت نجتمع فيه وكلنا نمتنع، يعني الأكل والشرب. شوف أكبر جيش في العالم ما يقدرش يدير هذه الحاجة، أكبر جيش في العالم ما يقدرش يحكم الجنود دياله ويقول لهم ما تأكلوش، قاعد لا تهرب تاع الماء، ما نخلصوش الماء، ما نخلصوش لي زامبو، قاعد يسألونا ما يقدرش يحكموك. قد ما أمام الدولة تدير قوانين الهربات، واحد الوقت كانت كونتورة تدير لهم برا باش الكونتور يمشي بالعقل، دير بلون، درنا كلش، المهم دارنا ماشي هنايا. المهم فالشاهد انه صح تلحق انت الان وحدك ولد صغير في عمره 7 سنين يمتنع عن الاكل والشرب يوم، وكل المجتمع العالم الاسلامي في وقت واحد نظام. في دراسه لقاو باللي انه الانسان بعد 6 ساعات كي ما ياكلش، بعد 6 ساعات الجسم كي ياكل كاع السكريات وياكل الاملاح وكذا، قال لك يبدا ياكل الخلايا السرطانيه، تبدا الخلايا السرطانيه في الجسم تبدا تتاكل فيما بينها. فالان الصيام عباره عن تنقيه، عباره عن علاج طبيعي للجسم. حتى انه في المانيا، اليوم راني غير المانيا، في المانيا عندهم مستشفى العلاج بالصيام، عياده العلاج بالصيام. المقصود بالصيام ماشي الصيام تاع العباده، معناتها الامتناع عن الاكل والشرب قصدهم، هذا هو الذي يقصدونه. القوا بلي انه اقل شيء في الشهر لازم 3 ايام، هذه العمليه يقوم بها الانسان 3 ايام، ونحن لنا ايام البيض. ثم الزكاه، الاذان شيخ، تليفونات تعالي تطوروا هذا. الزكاه النظام الان، لما الانسان يجي يشوف الزكاه هو نظام تاع محاسبه باش ما نعيشوش الفوضى، لانه حنا نعيشوا فوضى. عندك النصاب، انت عندك فوق 80 مليون، اذا لازم يكون عندك نظام، لازم تحسب عندي 80 مليون ومن بعد نحسب شحال نخرج، ربع العشر شحال تسقى مني 80 مليون، 2.5 ملايين 200 نخرج، خلاص نخرج 2 ملايين، قال هاد 2 ملايين نخرجهم لي من مدهم نظام، ماشي اي واحد تمدهم له، كاين اصناف ثمانيه تمدهم. تحس بلي رانا نعيشوا في نظام، ربي خلق لنا هذا الكون، وبعد هذا الكون باش نعيشوا فيه يجب ان يكون هناك نظام معين. الاذان شيخ، نقول الاذان نخليش هذا، لا المسكين يقضي 20 ويجي يقضي 25 ويشترى مثلا كل 24 خلاص نشوف. يا ولد اعطيني Thank you.
قلنا اتفقنا على أن الله تبارك وتعالى سخر لنا السماوات والأرض لخدمتنا وسخرها لنا، ثم نحن الآن مطالبون بأن نؤدي هذا الدور. لما جينا نؤديه هذا الدور، قال كيفاش نؤديه؟ الآن عندنا نظام معين نعيش به، هذا النظام المعين هي أوامر ربانية بالفعل أو الترك. جاء بعث لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي فسر بسنته القرآن الكريم وأبان لنا هذا الطريق. ولذلك الآن لما يشوف الإنسان حياته يعرف باللي الآن راه يمشي ويؤدي الدور الذي عليه. ولذلك الآن كنا تكلمنا عن العبادات، أردنا أن نتكلم الآن عن المعاملات. لما ندخلوا في المعاملات كيفاش نتعاملوا؟ ولذلك انظروا الآن، لو كان نحكموا مصحف الآن، نعطيه لك مصحف ونقول لك أقرأ لي 60 حزب، خلاص كملت، خلاص وري لي كاش نصلي، تقول لي ما نعرفش. تعرف تصلي؟ ما تعرفش تصلي. تعرف تصوم؟ ما تعرفش تصوم. تعرف تحج؟ ما تعرفش تحج. وهذه رسالة للقرآنيين اللي يقول لك أنا من غير بالقرآن. إذن كيفاش نتعامل احنا في العبادات؟ ما تقدرش تعرف. إذن شكون اللي ورانا كيفاش نصليو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شكون اللي ورانا كيفاش نصومو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا في القرآن كاين وجوب الصلاة، لكن كيفاش تصلي ما تعرفش. إن كاين واحد الحاجة الله عز وجل هو الذي فصلها بكلامه. شنو هو؟ الميراث. علاش؟ خاش على الله عز وجل يعلم أن هذا هو المشكل ديالنا. دراهم تماك نضربوا، تماك نبداو نطنطوا. يقول لك حاجه ما كان لا حاجه ضعيف، لا لا لا، ربي هو اللي قسم الميراث بادق التفاصيل. للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يكن له ولد فله فالربع، وان لم، يعني بادق التفاصيل. كي يكون عنده ولد، كي ما يكونش عنده ولد، كي تكون الزوجه عندها دراري، كي ما عندهاش دراري، كي تكون عندها دراري تدي التمر، كي ما يكونش عندها تدي الربع، وكي يكون عنده، يعني هذا ادق التفاصيل. ربي قسم لنا الميراث باش ما نضربوش. ولذلك شوفوا المشاكل تاع الميراث، نحبوا نخرجوا منهم. تجي المراه تقول لك ندو كيف كيف. وعلاش ندو كيف كيف؟ ربي هو اللي قسم ادق التفاصيل. معظم المشاكل تاعنا الان هاي نحكوا المشاكل الاجتماعيه بين الناس، بين الاصدقاء، بين الصحاب، وين يكونوا؟ يكونوا في المال، يكونوا في أطول آية في القرآن. قد يقول الواحد أطول آية في القرآن هي آية الجهاد، أطول آية في القرآن هي آية الحج، أطول آية في القرآن هي آية الصلاة. لا لا، أطول آية في القرآن هي أطول، هي آية الدين. آية الدين كي تسلف، يا أيها إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتبوه. ومن بعد تلك الشهود هذوما اذا كانوا زوج رجال، اذا ما كانوش زوج رجال، اذا لقينا راجل ولقينا غير واحد، زوج نساء، لازم زوج نساء، ان تذكر احداهن الاخرى. شوفوا هذيك التفاصيل علاش باش ما ندوسوش. احنا لما خرجنا من هذا النظام رانا ندوسو. سلف له دراهم، يعني قصص لا تعد ولا تحصى. الناس الان يسلف دراهم وبعد مات السيد، تروح عند مرته تقول لها راني نسال راجلك ما نعرفكش، شحال مليار ما نعرفكش، كيفاش من بعد كاش نرجع الدين ديالي؟ ما كتبناش. ولذلك شوف حفاظا حتى على الحقوق، اذا ما واش دير؟ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالوصيه. اكتب. ام يسالوا لك دراهم، انت كتسال دراهم، اكاتب الوصيه ديالك؟ انت قايل لمرتك ولا ليماك ولا لخوك تقول له شوف هاني كاتب الورقه، اذا كاش ما صرالي في اي لحظه، لانه اي واحد فينا يقدر يموت. فاذا صرالي قال يا ودي هذا يسال، هذا يسال، وهذو ما راني نسالهم. ما كانش نظام، فوضى. رانا نعيشوا فوضى. هذه الفوضى هي اللي خلات هذه المشاكل، خلات الميراث دار، ومن بعد يقول كيسكن فيها هذاك، ومن بعد ريحتي يما، ومن بعد ريحتي يما، ريحتي يما، ريحتي يما، والدار دير 5 ملاير، وهما ريحتي يماهم، والاخر ما لقاش وين يسكن، واختو مسكينه مع راجلها مكاريين، ويقول لك ريحتي يما. شايد لنا 5 ملاير يقول لك ريحتي يما. حتى ريحتي يماهم هذه واش يدير؟ تتعفن. وين يدوها؟ يدوها لدار شرع، يدوها المحكمة تعفنت. هاي اللي احتيمك هاك، وقفت دوك مع خاوتك ومع خياتك. كاين نظام معين، كاين ميراث، كاين حقوق يجب ان تؤدى. ولذلك الان الشراكه، يقول لك الشركه هلكه. كاش منها الشركه هلكه؟
كاش منها الشركة هلكة، الشركة هلكة بالمعايير الدنيوية هذه اللي رانا نعيشوها، الشركة بركة لكن بالشروط. يجي أي واحد فينا يدير شراكة، أي واحد فينا الآن تلقاه ما يديروا شراكة، واحد ما يجي يسقسي عمرهم لا يجوا عند الإمام يقولوا لي يا شيخ شوف راح نتشاركوا، ماذا بينا نشهدوا وماذا بينا نتكلموا على المسألة الشرعية، كيفاش نديروا؟ أنا حنخدم وهو أعطاني دراهم، تما نعطي له دراهم ولا بورسونتاج، ولو كان نخسره أنا واش نخسر؟ نخسر الجهد ويخسر المال، ماذا بينا تفصلنا؟ لا لا عباك وقتاش يجوا كيخسروا، غير يخسروا الآخر داروا دراهم خسروا، يقول لك يا شيخ ولا عندك الوقت نجوا. واحد ما يقدر يجي زعما ربحوا دراهم، يقول لك يا شيخ والله غير شوف اليوم هذا العام درنا فايدة كبيرة، جينا حبينا نتلاقاو بك ونحكيو لك شوية ونعطيو لك شوية كابريس. ما كاش تدير كابريس، زيد يجيك السكر وسنارك يتسوسوا. فشفت نقدروا نعيشوا غير في المشاكل، المشكلة يجي بصح باش يجيك في الفرحة ولا يجي الآخر يقول لك لا لا السطر على العين، يكمل ما يعينوكم. فتلقى هذه المشاكل التي نعيشها لانه ما كانش نظام، ما كانش نظام، لا يوجد نظام، كاين نظام ربي مادام خلق لنا هذه المخلوقات بالدقه، معناتها حاجه ما خلاها لنا في الحياه، حاجه ما خلاها لنا، كل حاجه صباطك شت صباط، صباطك شت صباطك، تقدر تعبد ربي بصباطك وتدخل الجنه بصباطك، كيفاش؟ صعيبه هذه؟ سهله، النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لبس حذاءه بدأ باليمنى، واذا نزع حذاءه بدأ باليسرى، من اليوم قعد ديرها انت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تدي الاجر بصباطك. شحال راك لابس بصباطك من مره؟ آلاف المرات ضيعتها، لكن اليوم تعلمت المعلومه، قال كي نجي نلبس ولا وليدي يبدا باليمنى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تكون عندك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النظام الذي يجب ان نعيشه الان في الحياه تاعنا. ولذلك حتى في الاسره، الاسره الحياه مشاكل زوجيه منين يجي؟ ما كانش نظام في الحياه. شغل رانا نتزوجوا بعقليتنا ونديروا الدار بعقليتنا ونربيوا بعقليتنا، بصح انت راك خدام، انت كاين ربي سخر لك السماوات والارض وعندك الدور. فلما نجي انا باش ندير اسره نشوف كيفاش نتسير الاسره هذه. سلمان الفارسي كان عند ابي الدرداء فراى زوجه ابي الدرداء مبتذله، ما كانت تقول مهيونه، قالها مالك يا اخته؟ قالت له ان اخاك ليس له بي حاجه، في الصباح صائم وفي الليل قائم، يعني الصباح يصوم والعشاء يقوم الليل، سيد ما راهوش ما راه ولاتي غير بالاخره. نفتحوا قوس هنا، فتحوا قوس الان في السعاده الزوجيه، كاين واحد المشكل في السعاده الزوجيه، كاين انسان تجي تقول له بنت كاين مهنيه يقول لك الحمد لله، الحمد لله طحنا في راجل ما يشربش ما يضربهاش وخاطيه نسى، شكون شفتوا هذوما ولا هذوما لي زوبسيون تاع السعاده؟ اش بيك هذوما بلا مزيتو؟ ما يشربش وما يضربهاش، هذو كاع بلا مزيتو، ولينا نفرحوا بهاد الحوايج كي ما كانش. كي ما يضربهاش راني فرحان، شغل كي كانت تنضرب ومن بعد ما شحال ضربتي؟ ست شهور الحمد لله، اي الله يبارك، تسمى يضربك زوج مرات في العام. شغل وكانه رانا نفرحوا بهذا الشيء، المستوى تاع السعاده، مستوى تاع الحياه رايك شرانا نعيشوا، زعما ما يضربهاش وما يشربش وما كذا رانا فرحانين. لذلك شوفوا كاش كان المستوى، مستوى راقي. لما تجي واحد تقول له راجلها الصباح يصوم الليل والعشيه يقوم الليل، واش يقول لها؟ الحمد لله ربي اللي راجلك ما يشربش. الحمد لله ربي طحتي في راجل كيما هذا، وين راح تلقاي راجل كيما هذا؟ لا لا ماشي هذا هو المفهوم. لذلك عندنا نظام حتى في العبادات، سمحوا لي باش ما ننساش الحديث هذا. عندنا نظام حتى في العبادات، لما جاوا هذوك الثلاثه من الشبان فسالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، شافوا ما قال لك لا لا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يغفر له، اذا حنا واش قال واحد؟ قال لك انا اصوم ولا افطر، نصوم كل يوم نصوم ما نفطرش. والاخر واش قال؟ قال لك انا اقوم ولا انا ما نقوم الليل وما نرقدش. وبعد الاخر واش قال؟ قال انا لا اتزوج النساء. إيه حاجه مليحه، شباب كيما هادو يفكروا هكذا نعمه كبيره. لا 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 لا، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه قال اما اني اتقاكم لله واخشاكم، اصوم وافطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خلونا من التطرف، كاش هذه زعما ندير قد ما تدير بزاف، ماشي كاين نظام معين، سنة نقتدي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سلمان الفارسي ماذا قال؟ قالوا يا أبا الدرداء إن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ترتيب، نظام معين، ما تخلطش ما تخلطوش، هذه الخلطه هي اللي تخلينا ما ناش نعيشوا ملاح. تلقى الواحد يخدم يهمبر يهمبر يخدم 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 يخدم، وبعد تقول له مد، يقول لك انا نخدم ندير التاويل للدراري،
وبعد يخدم ما يقعد ما يهضر مع أولاده ويخدم ليل ونهار ويروح ويسافر ويدير ويقعد غير هكذا، رغم أنه راه كافي روحه. ما نش نحكوا الإنسان اللي ما يكونش محتاج، اللي يكون محتاج نحكوا إنسان راه يزيد باش يقول لك ندير التاويل ونبني لهم وندير، وبعد يلحق واحد سن معين بعد يقول له وليدي اسمع وسرق وليدك ودخل في عالم مخدرات، وبعد واش يدير؟ بعد يروح للحبس، وبعد يدير افوكا، وبعد الا ما فهمش الحكمه يقول لك شوف كما خدمت شكون يخلص لي لافوكا، شكون يخلص لي لافوكا وكما خدمت. بصح انت كي خدمت بزاف راح تخلص لافوكا، لو كان قعدت مع وليدك كان ما يلحقش لافوكا. ولذلك الانسان يجب ان يفهم هذا النظام في هذه الحياه. ولذلك حتى في تربيتنا لابنائنا كيفاش نربي ولادنا، هذه التربيه الان يجي يقول لك واحد نربي ولادي كما تربى والديا، ما نقدروش دوكا، نظام تبدل، تحديات تغيرت. ولذلك الان شوفوا نظام معين، علموا اولادكم الصلاه لسبعين واضربوهم عليها لعشر، نظام وفرقوا بينهما في المضاجع، طفله مع الولد ما يرقدوش كيف كيف بإزار واحد، نظام معين. هذا النظام شكون اللي قاله لنا؟ ربي هو الذي سطره لنا. فلما تجيو بعد علماء النفس يقول لك الشخصيه تتكون في السنوات السبع الاولى، ايه هذا وين اكتشفتوا باللي السنوات السبع الاولى باللي لازم تهضر مع وليدك. ومن بعد لما احنا نتهاونوا في تربيه ابنائنا يخرج لنا هذا الجيل الذي نعاني منه الان، ما يقدرش يرفض حتى حاجه ما يرفضهاش. ولذلك الان يجب ان نعود الى النظام في هذه الحياه. ولذلك القاعده ماذا قال الله عز وجل؟ ومن اعرض عن ذكري فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وش معيشة ضنكا هذه؟ وش معناتها معيشة ضنكا؟ ضيقة، حتى وكان عندك دراهم، حتى وكان أنت ملياردير، بصح ضيقة، عندك لونغواس، قلبك مقلق، ماكش فرحان، ما راكش سعيد، كلش قدامك، تقدر دير كل حاجة، بصح أنت ما راكش سعيد. علاش؟ لأنه خرجت، شفت كيما الباقرة حبوا يخرجوها ما خرجتش، أيضاً لأنه أنت خرجت عن النظام الرباني الذي وضعه الله لك في هذه الحياة. ولذلك الإنسان لازم يفهم دوره في هذه الحياة. كي يكون قاعد ويطلع راسه للشمس وبعد يحشم يقول يخا الشمس يخا طلعت على جالي ويهبط على جالي وبعد هذاك راهو على جالي، نظام معين في هذه الحياة يعرف الدور. إذا ما هو دورك في هذه الحياة؟ أنت الآن راك هنا، واحد فينا ما يعرف وقتاش راح يموت، صح؟ واحد فينا ما يعرف وقتاش راح يموت. أنت الآن وقتاش راح تموت؟ هل أنت راك في المنتصف ولا راك قريب ولا راك في البدايه ولا وين راك؟ وين راك؟ قعدت لك سمانه ولا شهر ولا 15 يوم؟ وقتاش انت راح تموت؟ شحال قعدت لك؟ شحال كونسوميت انت من حياتك وشحال قعدوا لك؟ لو كان نحكوا دوك بالنسبه البورسنتاج، شحال انت شحال انت زعما 100%، شحال راك 90%، قعدوا لك 10%، شحال قعدوا لك؟ وبعد وين تروح؟ عباك حنا واحد المشكله يا اخوان، وهذه المشكله ان شاء الله تلحق لائمه الدعاة. الناس ما على بالهاش وين هي رايحه. هذا هو الشيء اللي يخلي الانسان ما يضحيش. التضحيه منين تجي؟ التضحيه انك يكون عندك تصور وين راك رايح. لما تجي قال انا مجتمعين الان ما شاء الله، علاش انا مجتمعين؟ مازال الوقت شيخ هذا جوج دقائق. قال علاش انا مجتمعين؟ حابين ندخلوا الجنه، واش فيها الجنه؟ واش فيها؟ هاوليك دوك ولد صغير نقول واش فيها؟ ما يعرفش الولاد، ما يعرفش الجنه، يقول لك النعيم، زيد قول لي انهار، زيد ما قنعتنيش. لكن ربي وصف لنا الجنه بادق التفاصيل. بالقانون الاول، شنو القانون الاولاني اللي جاو مع الاول؟ القانون الاولاني اللي بدينا به هو قانون المعاوضه. اروح تخدم واش تقول لي؟ شحال تخلصني؟ كاين قانون داخل الراس، شحال نخلص؟ نقول لك ارواح بركو، لا 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 خلي شحال نخلص؟ تخلص اربعه، شحال اربعه؟ تحب التفصيل؟ فصل لي 4 ملايين 400,000، وبعد لازم تقول لي واش نخدم؟ وبعد انا نخدم وبعد هكذا. ولذلك لما هذه الفطره راهي عندنا، ربي قال لنا ادق التفاصيل، وصف لنا الجنه بادق التفاصيل باش نقدروا نضحيو، باش تقدر انت ما تخامش مع هذيك المخلوقه هذه، تقدر انت ما تخامش معها. قال علاش؟ لانه انا عندي نظام، عندي انا هدف اللي حاب نلحق له. اذا هذه الحياه وشنو؟ ماشي هذه هي الحياه، احنا عم بالنا هذه هي الحياه. ولذلك اخلدنا الى الارض، لما اخلدنا الى الارض ولينا نضحيو. ولذلك الان لازم نفهموا واحد القاعده يا اخوان، الله عز وجل هو اللي خلقنا، هو اللي جعل لنا هاد الغرائز. كاع نحبوا نرقدوا، كاع نحبوا الدراهم، كاع نحبوا، كاع كلنا انسان، انت انسان فيك هاد الغريزه. ولذلك كلنا يريد ان ينام، كاع نحبوا نرقدوا. وعلاش هذا ينوض على 4 تاع الصبح 5 تاع الصباح وانت ما راكش حاب؟ انا نحب نرقد، بصح ما انا نحب نرقد. ما تديرش في بالك بلي زعما انت كي نط ولا انا كي ما نطش، معناتها شغل انت تحب ترقد اكثر مني، انا اللي نحب نرقد اكثر منك. لكن
التضحية تقتضي ماذا؟ تقتضي أنه أنت تفهم بلي الدور ديالي ما جيتش نرقد أنا، أنا عندي مهمة، عندنا نظام معين وقتاش نرقدو وقتاش نوضو. كاع نحبو نشوف كلنا نحبو كيما يسبوها نقولوها هكذا، كاع نحبو لارجون فاسيل، كاع نحبو الدراهم. هذا الجيني قاعد ما يقول لي شوف عندك زوج ملايين رشوة سينيلو، وعلى بالي بلي كاين سيني ما يصرى لي واشكل، شكون ما يحبش يسيني؟ كاع نحبو نسينيو زوج ملايين، أنا نخلص 400 ملايين نقدر نخدم قريب 10 سنين باش طمهمش زوج ملايين ما خاش تاكلهم. المهم فتلقى روحك انت باش تسيني يعطوك زوج ملايير، شكون اللي خلاك انت ما تشتش هاد زوج ملايير؟ باش تفهم بلي هاد زوج ملايير انا عندي نظام معين يقول لي بلي ما نقدرش نشدهم. انا اللي حاب نشدهم فطرة ديالي الداخل الغريزة ديالي اي تقول بلي شد هاد زوج ملايير واش بيك، لكن انا ما نشدهمش لانه عندي نظام او يقول لي بلي ما تشدش هاد الدراهم، ربي هو اللي راح يرزقك وهادو ماشي محلال عليك وهذا راه ابتلاء. ولذلك لما الانسان يولي عنده هاد الفكرة يولي يعرف بلي ان الحياة فيها هم وهمة ومهمة، يكون عندك هم وتكون عندك همة وتكون عندك مهمة. أما الهم فهو الذي تحمله، الهم ديالك وشنو هو؟ أول هم لازم يكون عندك وهو الدخول إلى الجنة. أنا عندي هم كبير أني حاب ندخل الجنة، تحكوا ليش؟ مانيش حاب ندخل الجنة ما بدل المعيشة هذه هكذا، هاد المعيشة كابريس كدا يومنا وبعد نلقى روحي في الجنة ما كاش من هذه. صافي أنا عندي هم، هم أنه ندخل الجنة، وبعد تكون عندي همة أنا أحملها، الهم هو اللي تحمله أنت الآن، الهمة هي اللي تحملك، هي التي تدفعك الآن باش أنت تمشي. تحوش الواقع الآن وش يقعد المهمة، المهمة ديالك فيها في هذه مهمتك في هذه الحياة. ما تقدرش تقول أني حاب ندخل الجنة يقولك أني حاب نموت ساجد، أك تصلي؟ مانيش نصلي. أبدأ تصلي، أبدأ حبيت تموت ساجد أبدأ تصلي، حبيت تدخل الجنة كاين مهمة الآن، كاين عمل يجب أن تقوم به في هذه الحياة، فيجب علينا أن نتغير. كل واحد فينا الآن لازم يفهم الدور دياله في هذه الحياة، ما هو دوري في هذه الحياة؟ واش جيت ندير؟ ما نقدرش ربي خلق لنا شلاطة، بصل، بطاطا، العدس، اللوبيا وكذا باش أنت تستمتع بهم وتروح، تكون ما حش تخلص، طرولي ركبت وخرجت سكيفيت، لا لا هادو ما حش تخلصهم، ربي سخرهم لك كاع باش أنت تؤدي الدور ديالك. هذا الدور لازم نتفقوا عليه وبداو نمشيو، ومن بعد انا نجي نمد ما ناكلش ندير، هذوما كاع ربي اللي قالهم لنا. ترتاح وتعيش هذه الحياه الطيبه لانه تعيش حياه العبوديه، تولي عبد لله تبارك وتعالى. فنسال الله عز وجل ان يوفقنا لكي نؤدي هذا الدور وان نكون من عباد الله تبارك وتعالى، وان يفرج عن اخواننا في غزه، وان ينصرهم على عدوهم وعدونا اليهود الغاصبين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك. بصحتي الكابتن. نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة، صلى العظيم رب العرش الكريم ان يبارك في علمه وفي وقته، كما اساله سبحانه وتعالى ان يجزيه عنا خير الجزاء. وحتى لا يفوتني ان اقول لكم ان